فيلم بيت الشيطان. شو بدك حب ولا بودرة ولا حشيش؟ بدي حب. طيب استنى. أنا بشو أسأت له؟ أمي ما بده إياكي تزعلي، بعدين يعني نحن ما منعرف عيلة الشاب منيح أمي. شو بيصير إذا عرفناها ولا ما عرفناها؟ هو قبل بحالتي، قال شو حتى بنته ما تزعل بعدين. ما بقى حدا يقدر يزعلني قده ماما، زعلني لحد ما بقى حدا بيقدر يزعلني. أنا اليوم كتير انجرحت وهو بنوب ما سأل عني. جونون حبيبتي، أنا حابة أبقى لوحدي ماما. من شان شافت مصلح بتديري ظهرك لعيلتي؟ عم بقلكم اتركوني لحالي. أحكي معي مظبوط؟ بيكفي بقى، بيكفي، خلص اتركها. حكمة ما بدك تحكي لي؟ إياد لا تلح علي، ما في شي ينحكى، تقلعنا، نحطينا جنب الباب. طيب أخي شو ذنب البنت؟ أنا اللي شو ذنبي يا أستاذ؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام لله والرد فرض. لا تحكي حكي فاضي، اصلا روحي طالعه. ابن اختي روح اقعد هنيك. خير شو وليش معصب صاحبنا؟ مين هذا الشاب اللي جايبه يا عزات؟ ضيف الله، لقيناه بالطريق. المعلم مراد بعته. امتى رح يجي مراد؟ شو عرفني مع الصيب؟ اخي نحن ما تعرفنا. اذا عندك سيارة انا بمسح الازاز. انا اسمي ادم.
لف من ورا محمود. ما رح يتركوكم تعيشوا. انتوا بتعرفوا مع مين علقاني؟ مع مين ولا؟ مع مورو؟ بتعرفوا مورو؟ بيشلع كبد الواحد شلع. ليك بياع الحبوب يا ميماتي، مقوي قلبه عم يحكي، لازم يبلع لسانه. من هلا ورايح قدام المدرسة بساحة بحديقة ما بينباع مخدرات للولاد يا ميماتي. قتلت الصحفي؟ أنا قتلته. ليش؟ لأنه تضايقت من يلي كتبه. منين جبت السلاح؟ اشتريته. يعني زنجيل؟ لا، السلاح كان رخيص. من مين اشتريت السلاح؟ من منطقة دولاب برة، والزلمة ما بعرفه. ومين يلي أمرك بقتله؟ ما باخد أمر من حدا مشان واحد خاين. من عدا حقان، مظبوط؟ حقان مين؟ جايين ناخذ معلومات عن المسيحية. جيتوا على المكان المناسب، تفضلوا. أهلا وسهلا، تفضلوا استريحوا. مين منكم الخوري؟ أنا. فتح الأرض، فتح أنت وياه. تكونوا منيح. روح بقى من هون. إذا بدك تدعي حدا لدينك ادعيه بالكنيسة، مو هون. بكفي هالتخبيص اللي خبصته. ألو أخي، نحن مسكنا الشباب، شو نعمل؟ طيب أخي، رح يجوا الأمن ياخدوهم.
شو هالشباب اللي عم تبعت لي اياهم؟ ما بينجحوا بشغله وفوقها بينمسكوا؟ لانه كانوا عاملين كمين معلم. خلاص ولا كلمه ولا. كل شيء بدي اقول لكم اياه وبدكم تروحوا تشوفوا لسه اذا في كمين؟ امشي. بقول هيك لانه خالي يا انسه الفا، بس هذا السيد خليل ما في مثله على وش الارض. ولا عمران، شو صار بخالي حتى صير السيد خليل؟ قدام الستات الحلوين ما بينقال خاله يا خال، ما بيصير هيك بقى. السيد خليل، الانسه الفا، وابن اخته عمران. ما عم بفهم كيف السيد عمران مو ابن اختك من دمك يا سيد خليل، يعني مثلك دم محامي وقريب من القلب. يا انستي، هذا مو ابن اختي، هذا اللي رح يموتني. لا رجاء خليل بيك، نحن هون عم نحكي مع الانسة اولفت براحة وكأننا لحالنا ومنعرفها. اذا انت ما بدك تسمع سد اذنك. وين كنا انسة اولفت؟ هذا السيد خليل ظريف كثير، بيفهم بلغة النسوان وبيفهم بقلب النسوان كمان. انت عم تحكي هيك يا سيد عمران، اما الممرضات التانيات عم يشتكوا، بيقولوا لا عم يحكي ولا عم يضحك. تفضل هات لشوف جوابها خليل بيك. انا ابدا ما سمعت شيء. جواب شو؟ معناها بجاوب باسم خالي. معناتها الخال اكتشف انه الممرضات اللي قبلك مو حلوين. صار هلا وقت الجولة. الله يرضى عليكي. لو ما طلعتي انت كنت انا بدي اطلع يا انستي الحلوة. هذا ابن اختي كويس وطيب، بس ببهدل الرجال. مو هيك بنوب، انا بدي اعرف من السيد عمران شي كتير عنك. هاي الشغلة خالصة. شو هو الخالص ولا عمران؟ ولك حرقتني لك ملعب. لك شو هالمنظر؟ شوف الشعر واللحية. لك شايف هالخطوط هدول اللي بجبيني؟ عم بيبينوا العمر، عم بيقولوا 60. ولك بهالعمر اللي بيتطلع على زر وردة لسه ما تفتح بينقال عنه روح على مغسل الموت، ما بينقال شي تاني. ولك كأني ما بقى عم بتطلع غير انه عمري عم يمضى، سجني نسيته. هلا انسي الحلوة، ست حلوة كتير. الله يجعل نصيبك كويس. لك انا نهايتي معروفه، هي بتتعتر معي. القلب يا خال ما بينعرف. انت سالت البنت اذا قلبها معك؟
مظلوم شو الوضع يا ابني؟ معلم مورو قديش عنا محلات حب مخدرات قرصنة التهريب كبسوا عليا كلها ولا ثروات ولا ثروات. شو قاعد تحت فاحص اعترفت بكل شيء؟ شو عملتوا بالمستودع؟ هذا هو اللي انقذنا. اذا بين بشي محل انه ثروات عايش مين بده يخلصنا من بين ايدين القياده يا مظلوم؟ ما عنا خلاص يا معلم. في مورو دائما عنده خطة يا ابني. أنا بلاقي طريقة وبقوس راس ثروت. عندنا رجال جوا معلم؟ لك لأننا قدمنا إفادة لواحد، كلكم هون بدكم تاخذوا إفادتنا؟ نلع من قدامي، امشي! مظلوم! دبر لي التليفون نظيف. حاضر معلم. ضل هون. ولك شو يعني عيد ميلاد يا ابني؟ بابا رفقاتي عاملين بارتي مشاني. ولك انا ما قلت لك بدك تبعد عن السياسة وبدك تبعد عن الاحزاب كمان؟ بابا هي مو من البارتي اللي بتعرفهم انت. ابوك ما في بارتي ما بيعرفه. المصاري اللي كسبتها بتروح بتصرفها عن نسوان؟ السلام عليكم رئيس. وعليكم السلام ميماتي. ميماتي انت عملت عيد ميلاد شي؟ لا ما عملت. خير ان شاء الله. عم بيقول هذا بده يعمل عيد ميلاد. مو انا اللي عاملها، رفقاتي اللي عاملينها. اتركك ولك من هيك رفقة. ببعتك بشرط بدك تروح مع اخوك الكبير ميماتي. رئيس فوق راسي ألف شغلة وشغلة، شو بياخذني على عيد ميلاد وتسلات أولاد وما بعرف شو؟ بدي إياك تروح معه لتشوف رفقاته، شد لهم أدنيهن ولا تبقى هنيك يا حبيبي. بعدين لما بيشوفوك بيكتبوا لحساب أقل. والنسوان بيخافوا منك. وما بيجوا لعند هذا الولد أبداً. قدام يوم يا 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 شو اسمك يا شاب؟ آدم. أنت شو بتشتغل؟ ما في شغلة محددة. اشتغل أي شيء بس اوعك تصير مصلح. خير يا حكمت، لازم أحكي معك. صلي زمان ناطرك. منحكي دخول وأنا لاحقك. أخوك عزت وين؟ طلع لبرا معلم، قال عنده شوية شغل. أكلت وشبعت؟ إيه معلم. الله يخلينا إياكم. استغفر الله. معلم أمي وأبي ماتوا. إلي أعمام وأخوال بإسطنبول بس ببيت كل واحد منهم في 18 نفس. أصلاً إخواتي عندهم يا معلم. وأنا ما بدي صير حمل على حدا. وشايف العالم بالشوارع. ما بدي أعلق بحدا. لو تشغلني شي شغلة عندك. شو بتشتغل؟ شو ممكن تعمل؟ أي شغلة بشتغل يا معلم. إذا بتسمح معلم خليني هون أشتغل بخدمتك. محمود خذ آدم على البوفيه لنشوف بيقدر يعمل شاي. على راسي معلم. تسلم يا معلم، ما حأنسى المعروف بحياتي. يلا معلم ميماتي، والله بهالايام متضايقين كثير وبحاجه لنطلع، وعزيمتك لنا عن جد اجت بوقتها مثل الدواء، والله ماني عارفان شلون بدي اتشكرك.
لا تجر عمران، بدنا نطلع شوي ونطلع، عزت بيبقى مع الاولاد. معلم قلت الاولاد الساعة قديش باخدهم من هون؟ عزت قلنا اولاد بس مو يعني بيعملوها تحتهم، بس خلصوا بسطهم بتاخدهم. ظهر قصنا حالك شوي. سيد ميماتي اهلا وسهلا. اهلا فيك. بتحبوا تقعدوا على طاولة السيد علي عصمان ولا تاخذوا طاولة ثانية؟ لا ما بدي هذا. تحت طاولة قريبة منا. تأمر يا بيك. اطلع على علي عثمان، انت ليش عم تحميه؟ هذا مو بحاجة حماية يا عزاد، يروح يحمي حاله من النسوان اللي حده. ممكن تفضلوا لهنيك؟ تفضلوا لهون لو سمحتوا. لا بعدين حلو رجع. عارف شو عم فكر غيرها بالبوك؟ ما اخي اهلا وسهلا شرفتونا. اهلين فيك. ماشي انبسط. اهلا وسهلا. اهلين وسهلين. اهلين فيك. اجت سماعي زاد كمان 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 خلاص شوي ليش مش جاي؟ بس لازم تقلب بسكري. يلا بصحى. اي والله بيت اي شو رايك؟ سيارك يا عمو معلم ما عم بفهم ليش نحن قاعدين هيك مثل سرية المشاة؟ خلينا نقعد مع نسوان. عمران اذا حابب كثير تقعد مع النسوان عود على طاولة علي. بالعادة بتستحي. انت بس تعالي. يا سلام. الليلة ما لازم تطلع فاضي بنوبلك عمران. حاج تكتر حكي عزت انا مضغوط كتير. من امتى نحن تحت الارض؟ صدينا. هلأ روح ولاقي حجة لتتعرف على وحدة وضحكها وبعدين خد رقم تليفونها وبعدين رن لها وبعث لها مسج حلو مناسب وبعدين بيجيك الجواب رن 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 وبعدين افتح التليفون وسمع الحكي. عمران شو طار عقلك؟ هيك بتطبق المرأة؟ واخيرا حكى القائد. انت كيف بتطبق معلم ميماتي؟ بتروح يا ولد بتقلة بدي اياكي وبيخلص الموضوع. ايه وهي شو بدها تقول؟ انا ما قلت لك تستناها شو بدها تقول، بدك تطلبها وتاخذها. يكون في مرة بتقبل بهالشي اللي قلته وانا اذا ما بلبس تنورة ما بكون عمران. بدك تلبس التنورة وتوقف قدام اخوك الكبير. موافق. وان ما صار اللي قلته معلم من هون لموت كل يوم بدي اقول لها الحكي لمرا. بهدلتك اكبر من بهدلتي معلم. بيرتفض ميماتي باش. ماشي اتفقنا معلم. يا والله شوشتونا. هلا النسوان هيك بتنجاب. خلص. شوف حكيكم هو اللي خلص علي. شو هاد مرة 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 مرة؟ كل شيء له أصوله. إذا ما بتعرفه تعلمه. طيب علمنا. يلا بورجينا. نقي لك شي وحده. لا كل شيء له وقته. والله ما حصول روح لله. ليش انا مثلكم بحكي مع نسوان هيك وهيك؟ بصحتكم كلياتكم. روح شايف لك حصول. مين هي اجمل وحده بنختارها؟ عم يطلع علي شو اعمل؟ شو بدك تعملي؟ بدك تطلعي ويطلع. وجماعتي عم تطلع علي. والله ما نطلع من هون قبل الصبح. لا تضايق حالك يا حكمت. بعمري ما شفت عاشق قدر يوصل لحبيبته بسهولة. أنا مو بالصعب والسهل وما عندي ادعاء بالحكي عن الحب والعشق.
قومت عمو عمر واخذته لهنيك. الرجال اهاني واهان عمو عمر، وكل هاد ما كفى اهان بنته لان عمية. الله انا بحترق وبحترق لاني ما قدرت رد. كان لازم رد واعرف شو قله. بابا عمر لقى واحد يناسبه وانت اللي علقت بالنص يا حكمت. طبعا يا روحي، الله يعين عمو عمر. الرجال طلع مو شايف حدا بنوب. يا اخي يحكي قد ما بده، شو بيحب وشو بيكره وشو اللي بيتفق معه. ماما شو قالت؟ عجبتها البنت؟ والله المسكينة اكلت ضربة، ما بقى عندي وش اسألها كيف البنت ماما نازك. طيب حكيت مع البنت اليوم؟ حبيت اني حاكيها، بس شو بدي قلها؟ مو هي اللي لازم تتصل فيني؟ لازم تقلي حكمات لا ترد على ابي وانا بحبك. بيصير هيك يا حكمات؟ معقول الواحد ما يتصل ويقول كيفك وكيف اوضاعك؟ شوف مين عم يحكي. اللي بتحبك 3 سنين مفكرتك ميت. اسمع هالكلام، اسمع. طيب شو فيها؟ على الاقل انا كنت جنب البنت. كتير كنت جنبها. شو اللي بدك تقوله؟ احكي بصراحه، بقى هالبحثة وخلصني. معلم، هاي الشغلات ما بتشبه انقاذ البلد. قلب الانسان بيحترق، بيوجع. العين ما بتشوف النوم، هي بعقلي تفكيري. لو شفتها والله انت بتفهم شو بقصد وبتحب البنت. حكمت المهم انك تحب، واللي بتحبه بصير اجمل انسان بالدنيا، اذا كان مرة ولا ام ولا اب. بس المهم لا تقلي مهم وما مهم كرمال الله. ماشي حكمت، شغلتك صعبة بس أنا دائما جنبك. أنا صاير مو منيح أبدا. شوي وبيجي. عود عزاد راح يحكي مع البنت. لك بصي حاجة، وانت شلون عرفت معلم؟ الدرس الاول ما بدك تطلع على حدا وتشوف الكل. لكن هدول الجماعة ما بدهم. معلمي ماتي تبعك ضلت لحالها، يلا روح. الدرس الثاني بدك تروح مو باللحظة يلي بتتوقعها هي. شو حصل؟ ما مشي الحال؟ معلم عن اذنك انا رح اطلع. لوين؟ اخي انا طبقت بنت وطالع معا انبسط شوي. هيك لكان. ايه روح عزف، انت الحا هذا الشاب وبس دخل على البيت ارجع. ماشي معلم. يا شباب انا طالع. حياتي انا طالع. شو عم تعملي؟ بابا بيقتلك. لا تخافي، انا ما بعمل شيء بدون اذني. شوفي شغلك، هذا بعيده ما رح يجي، انا طالعه. انت استني كم دقيقه بعد ما اطلع نلتقي. وين جايين؟ وين تعرفي؟ يلا باي باي. حرك حرك يا مين. يلا يا زلمة والله ماني شايف بعيوني. عزتي كثير انا مبسوط والله. شكرا. اعطيكي واحد تاني؟ لا شكرا كثير. يلا
حرك هات صب لنا اثنين يا بطل. امرك معلم. شكرا لك، انا بدي اقوم بلا ما اشرب. معناتها لا تشربي، خليه قدامك. شو اسمك؟ همزة. وانت؟ انت ما بتعرفي اسمي؟ لا. عم تطلعي علي بدون ما تعرفي اسمي؟ انا ما طلعت عليك. ها انا عم بكذب؟ طلعت لانك طلعت. لك اشربي اشربي. بتعرفي ليش طلعت؟ ليش؟ اشربي اشربي. بدي اياكي. إذا بتحكي هيك ما رح تحصل على أي شيء. حتى اليوم ما في شيء ما قدرت آخذه. أنا ما بسمح لك تحكي معي هيك. أنا هيك بحكي مع النسوان، والمرة يلي بتقوم بدون إذن ما بسميها مرة. عدي. حبيبي وهي لبسنا تنورة. أخي شكرا لك، وصلنا. ايه والله على راسي. انت بس خلصت اتصل، نطلع من هون سوا. اخي ما في لزوم، نحن منعرف شوي بهذا الشغل. اخي انا ما بفهم. بفهم انك تتصل وبس. طيب ماشي، تصبح على خير. تفضلي. شو في مشروب بالبيت؟ اللي بدك اياه موجود. لكن جيب لنا شي شغله. وين غرفة النوم؟ فوق. تعالي. يا حلو، جيب شي شغلة نغير طعم التمنة. سنة حلوة علي عثمان، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة علي عثمان. أخي لا تقتلني. الإنسان بيموت بعيد ميلاده يا علي عثمان. عود لشوف. ما قدرنا نطعميه جاتو، على الأقل كل تفاح. شوف، بدي احكي لك طرق العيش الطويل والسليم. كل يوم الصبح تفاحة خضراء. تفضل. مسيك لا تخاف.
بدك تاكل تفاح احمر. سيك كلا وتمتع. على الاقل مرتين بالاسبوع ما بتنام فاضي، وبعدها ما لازم تاكل اهم شيء، يعني عذاب الضمير مثلا لانك خنت الاخ ميماتي وخبرت عن ستيرات المازوت تبعه، ما بيتحمل الجسم، بتموت بالجلطة. ما هيك يا علي عثمان؟ صح معلم. شو بتشتغلي؟ موديل. قديش بيطلع لك بالشهر؟ حسب. يعني وسطيا 15,000، احيانا اقل شوي واحيانا اكثر. انا بعطيكي هالمصاري، اتركي عرض الازياء. طيب اذا انا قلت لك اترك مهنتك شو بتقول؟ جربت كثير اتركها، بس الناس كتار والموت قليل، شو بنعمل؟ مضطرين نكمل لنموت. لا تخافي، ما عندي عادة اقتل مرة. يعني أنا عجبتك ولا عم تختار لحالك جارية؟ ما بصير تحكي هيك، عجبني وما عجبني وجارية وما جارية. أنا لا بحكي مع اللي ما بتعجبني ولا مع جارية. قلنا إنك المرة تبعنا. وكمان لعد لك الشروط من الأول، ما بصير تتصلي على الطالعة والنازلة. لما أنا بتصل بتجاوبي على تليفوني، ما بقرا الكلام الفاضي، ما لي شغل بالمسج، ما في طلعات ولا فوتات. بدك تعرفيني على رفقاتك كلهم، يلي ما بيعبي عيني ما بتلتقي فيه. بالحقيقة أنت فهمتني غلط، أنا عندي شغل وعم طلع مصاري وما بحاجة مصاريك، والرجال بيحكي معي بهالطريقة مالي بحاجة بنوب. شكرا على المشروب، عن إذنك صار لازم روح. طبعا بتقدري تروحي يا غمزة، ممنونك. شو صار معلم؟ خلصت الشغلة يا عمران. انت اذا بدك نقي لون التنورة. حبيبي الو. احكي يا وردي. بولط، هذا الرجال مجنون، انا ما بقدر عليه. شش. احكي مظبوط عن صديقي. اجى لعندي وما في اهانه ما هني اياها. عجبتي ولا ما عجبتي؟ قال لي انت الي وبدك تصيري جاريتي. ايه غموستي، بالعافيه ان شاء الله. انتهى الموضوع. نقي بين ميماتي وبين التراب.